لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله ما أعطى وما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى رضي الله سبحانه وتعالى يا مانسكا نكاد يوم السلام لو كل يقول كم يقول يسا كنت سينروه من مانتوها تعالي كيري كنت من عالم وين الصومالية سلام كان عامل هذه كلها شطيني عابدها إلهي سبحانه وتعالى ومحرسته إلهي سبحانه وتعالى أهلتين قرارنا يا أصحابتي يا دلتي يا صبري الله حسيه أنت كذا روحا سيدنا كلمة وحيسا كلمة علم الله شيخ لنا شيخ مضايا حسن المسيح فريد فضل مشكور بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت وحين سقط تعسيين إن شيخني دنتي شيخ عبد الناصر شيخ حاج أحمد غفر الله ذنبه ورحمه الله تعالى شيخ إلهي باوحي وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ذاتك مؤمنين تهدي أصابتهم مصيبة ولذا ترى هوي إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ عبد الناصر استغفر رمي ما إنه إن الشيخ أبو أها الداعية إلهينا وحيري يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم الدرجة إنما يخشى الله من عباده العلماء نبقينا وحير العلماء ورثة الأنبياء أنبياء ذكوي دحلوي إلهي ستاقي إلهي درتيس ودعوة ديسا ما أنت والله صدقي مركي للدلاي هرتادي محاضراتك وجودناي مصيبة كوين العلماء ورثة الأنبياء قلت لي راهو علماء وقال ذي نحلي نبي ذا وبدل كودي بو هاوي وحلينا هاي مركا إلهي هون حريستو إلهي هعافيو إلهي دمجي سهدافو قبرنا الله واسع إلهي هون نورو إلهي ذاك سنتاسان وقد عينينا كل جينا آمين دهايا
دعاءه ادعوني استجب لكم بأ إلهي لي إبريا أنو إذن كأجيب إياي مركا مانتي نكا إسكدي نكا سداسة وعلماء ورثة الأنبياء وإلهي آيات كيسو سدا أشيغيا نكا أبريري إنو ميشا كخاريو وحيلتا إساقنا حلاق با الله لما غي إساقنا شيخنا نحريس با إلهي لما غي قعان كحر قدر إني دشو واللقو دلو إلهي درتيس وحان أتحسيينينا أهلدي أكتغي شيخو مسلمين تي أكتغي صوماليا رمان تود أرنتا مصيبة دا الدين تلدومينا إيو الله بابين إيو سيدر نقمدي قال دا نبي الله سكرية إيو نبي الله يحيى إيو انت النبي اللي ديلي إهل كان لقو بابي إيو سيدر نقانا كاني دادك إسلام كا إساقنا إلهي وناك بولاد دونا إيو إن قعان إن كحق در هدشو وسيدر اللي قد دلو وأرن إساقنا خيرو أهيد وحال ديلي عمر وحال ديلي عثمان وحال ديلي علي وادوكتي رجا كلو كدبي انت لا دلي محل لا دلي الهي درتيس النبي محمد با لا دمي انت مارتي اما نبره لا غدفتي ديق لا سي دايي مارتي كوفيت بريتي اي مدحا كغشاي انت سو دي محل لا دغالمي وهي تاي اله عابد با لا دغالمي مركا وحان او تحسينا امه الاسلام كا او دعوتي سو غارتي او كوار قبا او سومااليدا او اسلام كا وحن أتعسيينا أهلك حاسسك يعرورتي وكتغي الله إذا كسبر سينو عول خير وبدل كسينا الله إذن سمئيو وحن حبارينا دتك الدلي إلهي حقيس إلهي وحليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد الله عذابا عظيما بل انت إلهي سقدري من إسلام قف الدلي أبا الله إلهي وادي إذا إنو أقبله نين قاتله أو وحد لوي لا يزال المؤمن في فسعة من دينه قف مؤمن كمسوله دينة إلهي إنو واسع كقسوغن يهي إلا وقدله قف نف بريئة ودلوي لا يزال المؤمن في فسعة من دينه ما لم يسب دما حراما هدو السنة سيبين ديك حرامة نين كمركا نين إلهي درتيس دادك أقول يا رأيي هل كا كدلي وحان لين نهي إلهي عقوبه سودجيو وحي فري يوحي دلي يوحي كدمي ملا الله جوفهم وقبورهم وبيوتهم نارا إلهي يكبوحي يقوده هذا قبور تودا يقول يهوذا وإلهي نارا كبوحي إلهي وحان كبر يهينا انتي كدمي سيارين تاس إنا يندب أطلين إلهي مصيبة دقدقة إنا إلهي كرهده مركا وحان لأن هاي كل جان آنو الدعين الشيخة إلهي إنو نور قبرقة إلهي أواسعيو إنا غانا كل جان الله إنا كبر سامرسيو إن شاء الله إنتك لو حانو قبع حيا علماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتك قدال وحان إمي كروية رنا كالمدى السينة يا شيخ أنا شيخ محمد علي أحمد فليتفضل مشكورا شيخ. بسم الله الحمد لله وكفى صلاة والسلام على عباده الذين اصطفى إلهي سبحانه وتعالى يا شيخ عبد الناصر إنك قاضي سقري نسيي إن لله ما أعطى وله ما أن الله ما أخذ وله ما أعطى سقانا وحنا بحية وحنا قاضة وحوها شيخ عبد الناصر أمة وحا أكرد انتين الدين تأي الدعوة إهل كيسي كور لما انتين بوين أكرد انتين وحنو تحسين إن عددك إهل كاها أو أكرد انتين ويوه الرئيان أولاد ديسي يحاسسكي يأهلكي كلا وكتغي وحان كلا أتعسيين إن أددكي أهل الدعوة ها وزملة لها وإيغانا وكتغي إيغانا وأتعسيين إن وحان سيقود وتعسيين إن مسلمين تأردن شيخ رحمه الله وحوق أي دعوة يدينته أنا وحن تقريبا مدة صدّ سنة نسنقاني
مددها صدن كسنة وحن دعواه إن سوى كشقين يدين معرك سوى أرين دقالة كشقين يا ما كفكر يا معرك ولي سوى عيد شقية معرك سوى أرين سياسة يا أرين كلا يا هولها ندون كم مشغول سنة معرك من كان أركو أم عباد وكشري أما عشر بو بحنيي أما قرشة دعوة ذيد ووحلقو في ذي الدين تا أيو كفكري وحانا دادكو أي قرسيهين انت الدعوة ذا كتشرتي انت بناك كتشو اكتبه ديقا مذي اوتشوغي او دعوة ذا كو ذي ديقا مذي دعوة ذا أيساء وقفت ذي وصدا إسر عسن إنه سنكتشرين ديقا مذي نصماليد انت أنا نوغوغي ومد بدا نوائل قرصاني إلهي أبركي دين تيسا إيا دعوة ديسي إلهي وأبركي وصروا حكسو تشيدي ديني أه ووالدك ذاتك نادر كاو حتشي بوها أهل القرآن بوها قرآن روغة قويس أهالنا قويس كوذو قويس دينيت بأهايان دعوة دي الدين تي سالحية دي الأورنج ري و سيد محمد عبد الله حسن الله نحرسته يا أمد دي دات كان صوماليا دي لاهي كبت بادي وعادو وقالة دي وقبت بادي علماء دي كسو أسفنت بأهايان شيخ مركا عدة أقوه الرئيس أمانتا وحن نقوني سوى دعوة يدينته إلهي وحن كبر يينا بدل خير قبا إنو إلهي النسي وبوس كيسي نوبوحية شيخ مدداس أنس نقاني وحو يشيغي إنو أهدتك كسوى بحي مدارس عربي قاها وديني قاها وحونا أهدتك إسكود نحو ذي تعليم تمادي قاها ونظامي قاها إيا تعليم تشرعي قاها وحلقي قاها ومسايدة لقا قاتو إلا يهدر طالب العلم بوها سوغو شيخو داعية بودين عكال طالب علمك آها قف متواضعو إلهي دعوذان أولي اليو آها دوسيغا سركي الدوسيغا اللهي وعربيغا يكبحي رقي وحو آها ومدان صوماليين نفتوضا يدي قوضا أخرى إني الدفاعان قرن نمضوضا يدين توضا يدد نمضوضا عيدا مركا قعانت هذا أقول لي وعيد كسو هرجيد الدينة كسو هرجيد إسلام نمضا إيا صومالي نمضا إيا وناق إيا خير كسو هرجيد إلهي قعمها قويو ما لا يكون بعيننا الله إلهي نمضص قعانك حق درن بعد شيء وظالمات إلهي سبحانه وتعالى وأوجيه الله سوقبته وحلانا هاي شاعر عبد الناصر وضذي وكتغي يجدكي وهايي إنقونا أنقرانه وأهيد إن دينت إلهي أيضا لقونا ولاده إيادا لغا شقيهيو إيادا لغو دينتو وحان دقايسين إيا دردارن و دردارمي و انسلاحي ماانتا كي كلمة دي او قدن بيسي بيهاي وحان دردارمي يابوين دردارن كي النبي صلى الله عليه وسلم او دردارمي عبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك
احفظ الله تجده تجاهك. إلهي حفظي، إلهي ساق حفظني، إلهي حفظي، إلهي إساق قعنتك وقبني. وإذا استعنت فاستعن بالله، ذلك كالميسان يسو إلهي كالميسو. حضر دار بياول أمد الصوماليات waxay wax ku noqon kartaa diin, waxay ku midoobi kartaa waa diin, waxay meel ku gaari kartaa waa diin, waxay qaranimadeedii iyo dadnimadeedii ku socon kartaa waa diin. Diinta iyada hal la qaato iyada shahaado ugu filan rahimahullah, taasi shahaado ugu filan. Culimo badan baa marka iga dambaysa ma rabo inaan waqtiga ku sii dheeraado. Ilaahay sheekha sabir Allah inaga siiyo dhammaanteen, sabir iyo iimaan dhammaanteen Allah inaga siiyo, isagana Ilaahay jannata firdowsa Allah ka waraabiyo, qabrigiisana Allah waasiciyo, wuxuu jecel yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dhoweeyo, innagana Allah inaga yeelo kuwii wadadii uu ka shaqaynaya ka shaqeeya, tii uu ku dhintayna ku dhintaa. Wabillahi tawfiq. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحان يمكن ويهر إن شيخنا شيخ عبد الرحمن محادوري شيخ عبد الرحمن بخاري فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. حان لا نهي، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف خيرا منه. إلهي كبر الناس سبحانه وتعالى شيخ عبد الناصر إلهي سبحانه وتعالى هو حريصه مانتو وقت جيسي كوكا إلهي إذن كي شهادة بو كودن طي قدو صحبك قبين أي الدلي إلهي درتي باللو الدلي علماء دي قهر يسعي الشيغان تعيبوها انتو شيخ محمد معلن الشيغي baan anigana is naqaanay 30 sano saasan ku aqaanay khayr iyo diin iyo daacwo iyo dadaal. Ilaahay waxaan weydiinayaa subxaanahu wa ta'aala jannatul firdaws al-aala inuu ku marti qaado oo hooy uga dhigo oo ilaahay ka dhiga subxaanahu wa ta'aala ku yiri wala tahsabanna alladheena qutilu fi sabili amwaat inta salu dilay ruuxu xoola ka qabay ma dilin daacwada iyo khayrka iyo xaqa ayaa lagu dilay. Ilaahay waxaan weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala dadku ka tagay caruurtiisii iyo xaasaskiisii saan ogahay hooyadii way nooshahay, shawaalkiisa lagi sheegay maan tagay buu hoodleh, hooyadii way nooshahay laygu yidhi. Dan intaa kadib dhawaanayn hooyadii iyo dadku walaalihii iyo dadku ka tagay Ilaahay subxaanahu wa tacaala sabir iyo ajir ha ka siiyo dhammaanteenna. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sabir ha inaga siiyo. Aad garanaysaan in badan buu halkan fariistay, halkan aan ka hadlayno oo khayr inoo sheegay, diin inoo sheegay, dacwad. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu wadadiisa annaga nagu dilo, saa uu ku dhintay Ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu dilo, inoo xaq ka shaqaynayna oo Ilaahay dirtiisa subxaanahu dadka xugu sheegayna oo dacwada fidinayna sidii ambiyadii loo dili jiray, culimada loo dili jiray. Saada Sheekh Axmed sheegay Cumar radiyallahu canhu waa ogtihiin isagoo salaad ku jiraa la dilay, Cuhmaan sida oo kale, dadkaalo khayrka saasaa lagu dili jiray oo khaatamada fiican baa lagu gartaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala innagana waxaan weydiisanaynaa inuu khaatamo fiican inagu dilo. Hadalka ku dheeraan mahayo, sabir Ilaahay dadka Islaamka oo dhan khaas ahaan asxaabtiisii iyo ehelkiisii Ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr ha siiyo, sabirna ha ka siiyo, isagana Ilaahay jannatul firdowsa hooy ha uga dhigo. Dadkaa dilayna waxaan Ilaahay u weydiinayaa subxaanahu wa tacaala inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo kuwa la waayey magacooda iyo muuqooda, ilaahay subxaanahu wa tacaala ka bareen. Ilaahay inuu musiibo degdeg u keeno,
إلهي علامتك ده كم وجه إلهي سبحانه وتعالى بلايا كرده بل إلهي ويديننا سبحانه وتعالى وعيد ضمبه وسن إلهي قصة لدينا سبحانه وتعالى ساسا إلهي ويديننا إنك أنا الصبر يأجر الله إنك السيو وددي سينا أن مره بان إذن قلت الدار ميا سداسو خير كجرة إن دعوة الله دادارو دعوة الله شقيه إلهي اللوغو دوادو إلهي سبحانه وتعالى الهرتقو ما أنت يسقوا شمحان معالي الشيغي ساقو الدار مي أي إلهي سبحانه وتعالى إن شاء الله هرتي التقيا أو نفتي سلقين إياه عليين إن شاء الله مرك إلهي سبحانه وتعالى وبرينا إنه جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلهي كدقو إنك أنا إلهي سبحانه وتعالى دبيدي سنة الفضنين وددي سي الله إنا مريو إن ودي له خاتمة في عن هي خير إنه كل حجرة هي الدعوة دي الدين وإلهي أمر كيسي قادنا كان فوق وإلهي رابي سبحانه وتعالى إلهي ويسينا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمي كروح عن وير يا الشيخ أنا الشيخ أحمد فارح والصمع فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والعليال وعن كتع سيئرنا الشيخ عبد الناصر حاجي محمد وكمدها علماء الصومالية علماء القواوين ويل ويلاش علمي عشر عدى إسلام كحري سنتها كمدها الشيخ عبد الناصر وحير هدان كل أحده وحور الشيء كوريا سقال بغل كنتر يتضمدي وكل شيء بادية قبل كعين والصرة سيدي علماء دي قوريس الشيكتي أهل الدين أي كل شيء أبيهس سيدة أقوية تاريخ دا الله نحرستي سيدي أبيهس به تدودي بريب القرآن كل منشري سيدي علماء الصوالي دا نغن كواحي كدي من كوريا شغال بغل تدوات اليشانتي أيو مدرسة دي أزهر إما قالت برعاكو تالي أيو دوكسي سرقاقلي جبي إنتاس بحبرشة دي مادقة أودي وعو الشيخ أدناه كتب ترعادة كدي من ويبي أقوري حمر وعو ركاقب قلي ليلي سرقال أما سرقيشة وحو قلي كل يدي سرقيشة إجال سياه الأورنجري كوريا سقال بقول تدواتر يتدواتي بوكسو قلي جبي إسلام مركب وحقق إبقاتي دقالكي سبن سبن كا دادكي هقامي ياشاها واحترك أها بكجري كدي من أسوك التب كبتنع كوريا سقال بقول سديتني يالبادي أيو كفاك عيدانكي وحو آدي يمن إلا يكوني سقال بقول إيا سقاشن يالبادينا يمن أيو معلن كاها تاريخ الجود الشيخة هدي الله ساقه له إلى يصور نقد كيسة علماء فربضن أيو كرق يبغات كحكبرت ويمن هذا فربضن وكم دعاء قاد يحيي اللي يعده وكم دعاء الشيخ إسماعيل عمراني ومفتي قادنا كأودن كيمن وكم دعاء محمد المشايخ الشيخ الدكتور محمد حسن مقبول الأهدري وكم دعاء الشيخ الدكتور عبد الوهاب الديلمي يعني ما ترين كرنو رك ألف رمضان شيخ عبد الناصر وكم دها كل يسقال بوا سقاشني أفرتي سقاشني لما دي بدل كيميد وكم دها كوح على الماء أو عس عستي معد كوجوري يجي قبل الله ده عن لقفرة أنتي صار لصال لعبتي
معد لغو برت الشريعة الإسلام كه مجرد الله سبحانه كدمنا كل يسقال بقول سقاشن يلح دي بعض الحري وحال وحري سامين كتمد حق دبدة دولة دي إثيوبيا وتكريجي مركز ذلك هايستي أي حري شيخه لقب العواجس إلى هذا وحكاها ربيعة المعاهد الشرعية وحكاها علماء قوة وين وحكا أساستي إسلام مركزنا إشرافته أما كاه مرجع الله كما عدد بريق أفريكا وحكاها بارك تأسيس كده أيو كجري مؤسسة منهاج دعوة تأسيس كده كجري وشعور شرف أبوها كما عدد لجي لهذا نقال وكم دي هاي بارك كده يعني واحد ما من مؤسسة ذلك كجرته إلا حب مهمة وفعالة بوكاها هذا أنه برنامج يرى الدعوية أولي هبين ضمبي هبين كتب على أيو نوغو قرنا إنه فتوة كتيريو وحونا تشوغي دروسنا كأخرني ندوانا كغيب قلي مغادة كسمايو أريكا مركب مهم كدول استاقيد أباها وحاوي نبي يدو وعدنتين صالحين تيرا وعدنتين ولا وضا دمانا يا لكن هدان هذا أقرنا روح وقر نغكرنا لقد دول استغنى كي ديلي أما كتليي إيا حسيدا أساو كل انتي إساقو جيتكي سحداها موت الأبدال رقا قيمها لساي أول انتان بول انتي إساقو دور كسو بحي حادر سو جيدي يعني شهيد العلم وشهيد العقيدة وشهيد المنهج وي أساقو حيالها وحالي يرحاتك إن لقا أقبل إيبو حيالها lagu garto waxa kamida inaad adoon dambaabin durba dhimatid salaada in laga aqbalay waa kamid adoo hadda salaada ka baxay isla hadda inaad dhimatid adoon waliba dambaabin waa calaamad ku tusaysa xusnul khaatima isagu marka sharaf ku dhintay nabiya u dhintay oo khulafaa raashidiinta afar bay ahaayeen saddex baa ku dhimatay gacan bilwaadan wadadaas ku dhintay tii doktor axmed ku dhintay allah u naxariisto تيشا عبد القادر نور فارح كل انت الله ونحرسته ضدك قيمها له وضدي كل انت بكل انت اسغا ما عليه بركه مشكله وحنا اورجينا الهي انو غبرينا انو جنتي سكه ورابيو الهي انو قدم دافو امين تبحا ولا بخيرسا الهي هو دم دافو الهي جنتي سكه ورابيو الهي وحن كبرينا الهي سبحانه وتعالى سداس ولا نس نسك على الله خير بارون بلينا خير كان ملينا يمد الهي اوغ يهايبا الهي انو ميزانك حسناتك وساره innaga marka maxaa nala gudboon qoladii dishay samxaan la gudboon qoladii dishay waxa la gudboon toobad ninka ay dileen inay taariikhdiisa dib u fiirshaan taariikhdiisa iyo sida ummada Soomaaliyeed uga falcelisay baa calaamad u ah inay wax fiican sameeyeen inay marka dib isugu loobtaan oo wali waa nool yihiin inay toobad keenaan hadaan toobad u qornayna Ilaahay waxaan ka baryeynaa cid dambe inuu isku saladin kii ka fakaray inuu sa fakar dambe oo noocaas ku fakarin كي يدري دل نوع عصو دب إنه سكوفا كرين إلهي واحد كبر يناكي تبض قرنتي تبض الله كبر عصو عصو عليو كي أن تبض قضين الله يوم ضحنا فيه واحد صهر النجا أرددسي هل كان المدينة دوين كا يدين تا مر والباين ويرن جرني بوها حيالها أن كوك حصو استوى حكم دها ما قال الله سعانود ما يهان كرين ما قالوا ينك عنك قوها علم الشرع قام لها عنك قوها ما يهان تاريخ الصومالي واقوى ورقمنا هذا هو قطبي أما هو قبله علم الأدوان طوي لقبل أبا حيب إلى مدو إلى بري أردادي معد كلاس عارض لقصو ساري أيها وحكاً لك تعدير سيدة معد المدينة أي دادك أقاي بنجرتي واقي أردادك صوب بحضة أفريكي يدونك اللو أقاي بنجري بو أرداد أصوص صار الديري جري وحيانا عجائب كلا واحد كم دها معد كلاس عارض أردادك صوب بحضة waxa loo diraa laba sano oo shaqo qaran ah amal ah oo ah inuu qofku dacwo ka soo shaqeeyo waxaas uu hoggaaminayay taariikhdiisa sidaan ku arkay ama aan ka warhayo ugu yaraan 7 jeer buu tafsiirka quraanka dhameeyay ama ninka 7 jeer tafsiirka dhameeyay waxaas oo macad iyo waxaas oo khayr ka shaqeeyay dacwo u joogay garacsi aan kismaayo u joogin aan xoolo kale ka shaqeeyaynin war ninka dilay oo su'aal is waydiyay ma wax fiican baa sameeyay وحفي عن ماذا سوين إنك منهج كنا يسواح وهي أنا قلت الله ولما ده إنه لما تي وش عبد الناصر وقدم بيجي وما ده من قبيل أي وحكة جلين
وما ديبان حوله اي دد اسكو هيستين وما ديبان رج اي هوير اسكو هيستين وحي ودنت المنهج منهج كان الهي بارا سبحانه وتعالى قاب كلو دليا با وحو توسنيا انو منهج صح ياهي سببتو هادو منهج ان صح اهين قفكن انتو سدين ولا دودي لها حجدو كو اوغلها marka xujo la waayay ba gacanta la isticmaalo marka waa badana qofka aan afka ku aarsay wax ku qabsan karin ba gacanta isticmaala dadku waa dhimaraya waxaan u sheegayaa intee ba Sheikh Cabdi Nasir koori soo dhibatay meeqa korona dilaa meeqa u dilaa hargab meeqa gaari ka dhibata dhimashadu waa caadi wax la isku goodiyo maaha laakiin waxa idii sheegayaa war manhajka daacwada ha laga shaqeeyo ha nagu bixiso inaanu daacwada iyo aqeedada waxyaalaha uu caanka ku aha aqeedada inuu akhriyo way wadaalika ardada anuu jaada bariga afrika shari toosan maalinka ardada ka tiba dalas calaad way ka duwantay ardada kale ma weyd ma niraahno ee magaalada ka timid ma dhahno waxaan ku garanaa soo wax u garanayo baan ku fahanaa inuu magaalada la saanad ka yimid ninka noocaas ah way ninka la dilay iftiinkaas ninka shiday way ninka la dilay cidii dishay ayaga ilaahay bisuulo tagisa لكن أنا وأهان إلى كوا أمضك قبل سعود دري شيخ شيخ كوي دري يكوي كتلي إلهي أمضك قبلته إلهي وحن كبري إن قبض بين سال الله صلى دين السجدة إلهي أمنا حريستو أهل كيسي يعرور تيسي يدتك وكتجي إلهي وحن كبري إن سوتش على يسيب كافي عن إلهي نكرهه إن سد يعمن ودين هانو ضيع من ودغال هانو ضيع من ونول هانو ضيع من او ويل كيسو سيدان كو اوغاي هل ويل بوليه ابو كتك الله انو حريسته ويل كاسي انو كي بدلي لها النوضو او كاسي اقوم بدن او كا علمي بدن ارداديسا ايو وحبري ايو قبل كي ريلا اسعارونا فرين تان فريا واحوي شعب الناصر واد انت الله انو حريسته مالا سو نغن ايو بوسكي سيدي قري لها ادبال لدين كربا شعب الناصر شيخ مقالا ما اهين سوماليو نمو شيخ واها waad ka garaysaa maantay dawlad shacab ganacsato cid aan hadin la marko waxay ku hadlayaan waxa uu tarjumay ilaahay dad ka hadlinay anagu iyagaanu kamidnahay ilaahay uu naxariisto waxaan rajaynayaa daacwadu uu istaagmayso abubakar ba dhintay waxa nabi maxamed ba dhintay calayhi salaatu wasalaam dad baaba diinta ka baxay waxa yiraahdeen mar hadii nabiga dhintay diinta ma sii jirayso abubakar ba dhintay waa sii socotay ilaahay waligeed waa socotay ilaa qiyaamada saacada waa socon doontaa sheekh la dilayna u joogsan mayso laakiin innagu aan ku ajar malaysano inaan manhajka iyo daacwada iyo khayrku ka shaqeeyay inaan ka shaqeyno oo ay noqoto wax nagu dhiiri geliya inaanu daacwada ku sii dhiirano aanu sii hagaajino aad baa u maasantay hadalka waa badiiraal laga ahada sheekh allah u naxariisto sheekh allah u naxariisto sheekh allah u naxariisto dambigiisa allah dhaafo dambiga waalidka allah dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa diintiisu u shaqeynayo ilaahay subhanahu wa ta'ala fardowsa inuu ku aalmariyo ilaahay waxaan ka baryaynaa iyadoo sakaraadku waa dhaafay ilaahay subhanahu wa ta'ala su'aasha inuu fududeeyo aad baa u maasantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم احنا يمكن او يرينا شيخنا الشيخ ضاير وعبدي الشيخ فلي تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين geeridu waa xaq oo dadku waa dhimanayaan daartanina waa daarul ibtilaa walimtixaan ee way kala maaragtay way kala xanuun badan tahay caalam alislaam ama dadka muslimiinta geeridii wa xanuunka badanayd oo dadkii joogay markaa radia allahu canhum la isku dhex yaacay geeridii waxay ahayd nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wa geeridii ugu weyneyd oo ugu naxdinta badanayd ilaa ay arrintu gaadho cumar bnu khataab almuxadat lmulham uu maaragtay meeray ku kala baxeen ba ahayd isaga iyo abubakar sidiiq wa abubakar sidiiq war fadhiiso dadka ka aamusu yidhi isna leeyahay sidii nabiyullaahi muuse iyuu tegay waana soo noqonayaa
geeridaas horta ugu xanuun badnayd, geeri badanna waa dhacday. Marka Sheekh Cabdinaasir aada baan isu naqaanay, aqraan baan ahayn, saaxiib baan ahayn. Rixladii ugu dambeysan wada galay waa rixladii aan ka bilownay Garowa oo Burtilo ku marnay, Gaalkacyo, Galdhogob, aan sii marnay Buu Hoodle, markii dambena aan qotinay Laascaanood kal hore ahayd. Waa rixlad ugu dheereed oon israacnay. Raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa nin sheekha oo diinta Ilaahay baray, intii Ilaahay uga calfay oo xaqa sheega buu ahaa, xaqa waa cadaynay oo fatin ah, caqli badan oo fahmi badan oo naxariis badan iyuu ahaa oo mudaalcasho badan. Waxyaalaha kula yaabay waxaa ka mid ahaa, waxaanu ka baxnay Garowa, waxaan u soconaa Gaalkacyo, waxaan sii maraynay Burtile, intii aan jidka ku jirno gaadhigooda joognay oo aan damcanay inaan sheekaysano, sheekada naga joojiyo yuri kitaab baa la bilaabay, jidkaana kusii jirnaa. Kitaabka lagu dul akhriyay, isagaa lagu dul akhriya, isagaa fasiraya, marka annaguna waa dhegaysanaynaa. Abyaad wey, waqtigiisa waa ilaalinay, nin aada iyo aada u dadaal badan buu ahaa, waa kaftami jirnay. Markaan nadoobaadka isugu nimaadno oo laba habeen habeen nala joogo, wuxuu yaan waa soconayaa. Markaas war meeshan Laascaanood dina maxaa kugu aasay Sheekh Cabdinaasir oo hadalladan ku odhan jiray bay ahayd. Ilaahay mandiqadaas ama magaalada aada buu u jeclaa sheekh, hadalladiina dhexmari jiro kaftanka ah aan ku odhan jiray wey. Marka arrintan dilka ah waa musiibo guud. Waxaad ogtihiin dadka Soomaalida waxaa ku socda dil caam ah, qof kastaa la dilayaa, dil caam ah baa ku socda. Dilkii ugu naxdinta badnaa hadda sheekh haddeena ugu naxdin badane waa dilkii ka dhacay beled weyne asbuucii hore, oo ummadda dhani ku googo'een, ay baaba'een, ay tirtirmeen, cadaab soo degay wey iyo ummaddan haysta. Soomaali waxaa ka socday dad badan bay qab qubuur noqotay, dil baa ka socda. Sheekha marka raxmatullaahi calayhi hada ku waa kooban yahay, muddo dheer baan isnaqaanay. Saxwadii horu ahaa waxaan ka taxsiinayaa Soomaalida dhammaan, sababta sheekha caam u ahaa Soomaalida oo dhammaan, dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga ka taxsiinayaa. Waxaan si khaasa uga sii taxsiinayaa saxwadii Islaamka oo hormuudka ka ahaa, dadkii hormuudka ka ahay oo arkaanta u ahaa ahaa, sababtoo askartii saxwada ka socotoo gashay ciidamada yuu ku jiray, sidii haddaba Sheekh Axmed uu ka warramay. Waxaa kaloo si khaas ugu maaragtay taxseeninaa reer Sool, waxaan si khaas uga sii taxseeninaa reer Laascaanood, waxaan si khaas uga taxseeninaa qoyskiisii, haweenkiisii, caruurtiisii. Lagana waa ku daran haweenka iyo caruurta yaa ugu liit. Marka ani hadda geeri soo gaadho waxaan ku dhaahdaa war caruur ma lahaa, waxba caruur ma lihi, dil maba ka naxeebaano. Laakiin marka la yidhaahdaa haween ka tegay caruur, walba caruurta ugu daran, caruurta ugu daran. Nin sheekhoo la dilay oo mandiqada aan ku aasanay, bal caruurtiisii qabriga isugu nimid, mise indhaha dhiig baa ka saaray, dhiig ma iseexana bay nimid, ma iseexana. Marka waa musiibo guud wey, aada iyo aada. Marka sheekha Allah u naxariiso, Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u baryaynaa inuu shahaado uga dhigo, Ilaahay shahaado uga dhigo. Ilaahay subxaana wa tacaala waa arxamu raaximiin wa ra'uufu raxiim, laba cadaab isku kulmin maayo. Haddii qarax lagu googooyey, Ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay baan subxaana wa tacaala iyo dadko dhan Ilaahay bay hortagayaan. Waad la socoteen tobankii wadaad dadkii dilayba way dhinteen, hadda qubuur baa lagu wada jiraa.
saraakiishii golaha sare ee qoorta casayd oo wadaadada tobanka lahayay oo qubuurtoodiina qariyay ilaa maanta lama yaqaano meelay ku aasan yihiin, iyo wadaadadii iyo dhammaan maanta wax weeye min asxaabi alqubuur weeye, ilaahay bay rufadhiyaan subxaanahu wa tacaala. arrinta dagaalku wuxuu ka socdaana hadda sheekh axmed baa taabtay waa dacwada, dacwa ila allah, diinkan islaamkana sheekhna kuma xidhna, jamaaca kuma xidhna, dad kale kuma xidhna. ilaahay baa yidhi innaa naxnu naysana ladikira wa innaa lahu xaafiduun, diinku waa maxfuud, ayankaan wax la yeeli kara iyo meel lagaga dhici karaa ma jirto. gaala wax kasta way ku samaysay, duulimaad gudaha iyo dibadda lagu sameeyey waxba waa laga qaadi waayey, haddana waxba laga qaadi maayo. marka ninkaa hadda sheekha qarxiyey oo dilay meeshu wuxuu dooni ha ahaadee, fariinta aan gaarsiinaya waxa weeye saxwa alislaamiya way faaftay islaamku. dadka horta waxaan idiin sheegay qaacido caama, dadka soomaalidu waa ahlu sunna waljamaaca, waa ahlu qibla. waxaan rumaysannahay caawa hadday dhimasha nagu timaado inay yihiin muslimiin oo kufaar iyo murtadiin midna toona ku dhex jirin, taas waxaan idhi war soo saas maaha, saasaan kula kulmaynaa. dadka waxaa samaynayaana ilaahay ka baqa, war aakhiradiina ka baqa, war culummada ma aragtay la tashada, oo dadka wax garanaya la tashada. ninkii ka dhaqaaqaya ummadda oo indhaha u ahaa oo maskaxda u ahaa oo culummada ah oo waxbarayay iyo kii aqoon-yahanka ahaa iyo kii ummadda kale kaxaynaya, haddaynu ka layno xagee ummaddan loo wadaa? ummadda ma in la aasaa la rabaa dhammaanteed oo la yidhaha soomaaliya baa meesha ku noolaan jirtay? maxaa warku siduu u socdaa? muxuu yahay murtadiisu? ayaa waxaan ka dambeeyay, ayaa wada, ayaa tamwiiliya, ayaa riixaya, ayaa ummadda laynaya in la isweydiiye weeye, ayaa samaynaya. innaga waxayna saaran saxwa islaamiya, dadka muslimiinta ah, dadka soomaalidii waa dad muslimiina. taariikhihii hore oo dhan waqtigii taraawiishta iyo intii ka dambeysay in ka horreysayba taariikhihii la qoro gaalada nasaaradu qortay waxay yidhaahdeen soomaaliya waa asal raac, waa dad qur-aanka aad u dad inagaga xifdi badan qur-aanka ma jiro. ummadda noocaasa waxay inooga baahantahay inaan u naxariisanno, inaan waxbarno, inaan layno, inaan ciqaabno, inaan cadaabno, ma aha daw ma aha, ilaahay agtiisana ma aha, bini aadamkana ma aha, sharciga islaamkuna waxani wuxuu ogol yahay maaha, wax la maqli jirayna abadan ma aha. marka waxaan u dardaarmayaa saxwada bidaat dadka ducaadda ah, hadda sheekh axmed cabdiraxmaan waa la dilay, waa la socoteen, sheekh cabdiqaadir baa la dilay. waxaad ogtihiin biigoogii waxaa ka dhashay waxyaalo aan la yaabay markaan fiiriyey, saxwadii baa sii faaftay oo culummadii baa sii batay oo baraarugii baa batay oo meelo aan la gaadhin baa la gaadhay, oo markaan hadda kusoo wareegnay kal hore aad iyo aad baan u yaabnay, oo waxaan aad ula yaabay bidaad buhood leh iyo laascanood. waa laga sheekeeyey sheekhe juhuud badan uu ku bixiyey iyo culimo kaloo jooga. marka diinka islaamkii waa diin ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan qaaday inuu ilaaliyo, waxaa lagu ilaalinayaa innaga laynagu ilaalin. marka saxwada, dhallinyarada, haweenka, dhammaan tujaarta, waxaan u dardaarmayaa diinkii islaamka ku dhega diinka islaamka aan faafinno, culimo aan noqonno intay suuroodo. waa cilmigii waa qaybsamayaa qolada beeca ka shaqaysan oo tujaarta ah, cilmiga beeca ha bartaan hadday wax kale suuro. intayna tukanayna salaada aan baranno, aan ku camal fallo, soon baa soo socday soonka aan baranno, xaj baa soo socday inta xajiyaysa xajka ha barato, qulbashay baa imanayo si khaasa si khaasa wuxuu kugu noqonayaa, salaad iyadu waa joogto, fardul cayn buu kugu noqonayaa. diinka islaamka marka aan baranno, waddankan inagaa degan nin la maaragtay sheekh la dilay iyo nin kaloo dhinta iyo dad la qarxiyey, waxalla wuxuu ina yeelayaa midna toona ma jiro. haddaynu inagu ilaahay subxaanahu wa tacaala, wa in tasbiruu wa tattaquu
لا يضركم كيد من شيء وحل عد وحنا يالي كرتا عد أن كبقينه منو تور مترد صح وضع دين كإسلام كفافينا وحين مرت أن كل كلنا قضاء وقدرا ووحي له قدري عد أنو قتشوك سنينو عد أنو قتقينو منو تور مترد شو عبد الناصر هنا قضاء نحبا إلهي وحن وبرينا إن قبر إيسا ولغو روضة من رياض الجنة إلهي دمي إيسا ولغو إلهي إنو كدق الشهادة إلهي إنو أفصح روح إيسا جنة الفردوس يعني إلهي وبرينا رير كان وحن وبرينا إلهي سبحانه إنو إلهي سبرسيو وكيري آدي آدو حنون بضن سومالي دو حكو مهما هذا كيري وحكو في عانته نين هذا كير جريا نين هذا نقوم به هذا شعب ناصر مركا عصر كي مركي لايش يجا صوكا عيوان وردي وقيل وشدي واسكو رح ياعي صحيح كيبوها وودا هاد جرني وودا تشجرني ولبا خاصة طلبة الشيخ مركي دنتين انتي كدن بيسي آد سنا سغي سوي عجر عنا مر مر بان وعي سيدا قضية دي واقل لوي تقول دي شعب كي رحوين تاها واكا وضا هاد الله يو حيالك لو بضن مركي رحمة الله عليه وقت يسي وي تتقوى وذا لمنطونان ننشو غيا مجرو وحوي وحنو ترتار من صح وضع إسلامك خاصة تتكي كودهان وشيخ عام وها خاصة رير لاس عنود كنت قديش انت اسكي قديكتان سيدي كان هوراي نقوار ركسي بضية مشايخ بدن باد ليديهين دعوة بدن باد ليديهين علمي قوى قرانيسان مسجد كستا بعد المغرب وينو بوح سماء إنه وينا خطينا صلى الله على محمد وحكى له قدريا نكا وحاسمي اما ضدك وحاس وفكري الهي هلاك هلاك دقدق الله سبحانه الى هو بابي الى هو سبحانه وتعالى نغ فرحي باب اوغي هلاكوك الى هو وحا وحا كدنبيي الى هو دا غرانيا دا علام القيوبة انغ ارنتاس هتا نوما عدا الى هو وحي وحا كدنبيي الى هو هلاك حسن البصري بان كلمديس كو سو كوبيا وهو من سادات التابعين علما وعقيدة وعملا فوح الله ورمي حجاج من سادتك وادمي إبر بكرني مركز الله مركز علومه واحد ترتين ذاك عن جبهتك كعية تولدي عبد الملك ويسمون مركز برا سبع عراق آها برنا وجوه حلقنا حجاز مركز يقولي إن حجاجا عذاب وعذاب عذاب وي من الله وعذاب النجسودقي فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم أكهر تجينا وقعنها كلهر تجينا لكن بتضرع والاستكانة إلهي أخشوعة إلهي أتضرعة إلهي برية مركي لا صوشيق إلهي حجات وادين طي هذا الكي مهدلين سجود الشكر بروحه كناعي شاخي سجود وطدك النبي بكم إذا يدموكت مركا إنك ما أنت وحكا لو ينوفر المجرو إلهي ننبرنا آخر الليلك إلهينا نتضرع عنه دعوة دعنا وأكون متدينا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صلى أشوف واحد رأينا نقدرنا إن شاء الله كسره الشيخ فؤاد فلتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلهي سبحانه وتعالى وحنو قبر يا شيخنا شيخ عبد الناصر حاج احمد يوسف انو الهي دنبغي سدافه الهي قبره سو واسعيه الهي جنده فردوس كورابيه رنتي وحو اها فارس الدعوه نن دعوه نسو هلقمي كشقيي جهد قليي وقت قليي مسكح قليي
qur'aanku saa uu ka waramay mu'miniinta rag baa ka mid ah ka run sheegay waxay alla kula ballamayeen qaybi waajibkoodii waa gudatay qaybina way sugaysaa mana aysan bedelin oo wax isbedela ma aysan samaynin sheekh cabdinaasir raximahullahu tacaala sidaa ragguba u sheegeen aniguna 30 sanaan isnaqaanay sheekh cabdinaasir raxmatullaahi calayhi waxaa la yidhi ninka ama jid la mar ama jidiin la wadaag ama jabad la seexo jidna waa la maray jabadna waa la seexday jidiinna waa la wadaagay sheekh cabdinaasir yahay wuxuu u kulmiyey sifaad ay yar tahay dadka hadda jooga in loo kulmiyo wuxuu ahaa sheekh caalim ah cilmiga fahan ku darsaday wuxuu ahaa nin aftahana oo waxa uu sheegayo deeqsiin kara dadka uu la hadlayo wuxuu ahaa deeqsi aan fakhri ka baqayn wuxuu ahaa geesi aan boqolka dhabada uga leexa raxmatullaahi calayh wuxuu maray sidii la sheegay dariiqii dadkii ahlu khayrka ay mareen isagoo khayrkii ka shaqaynaya ayuu ku dhintay isagoo salaadii duhur tukaday oo darsi soo akhriyey ayaa gacmahaas sharta ah oo ballanfuryada ku sifaysan ay ka shaqeeyeen inay cadcad u gooyaan oo ay qarxiyaan waxa weeye khaatimo wanaagsan iyo meel fiican iyo camal fiican ayuu ku baxay barqadii ardayda darsigu u jeediyey waa tan social media la soo dhigay salaada duhurka bacdina darsi buu ka soo baxay raxmatullaahi calayh sheekha mar labaad waxaan ilaahay uga baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu jannada firdowsa ka waraabiyo allaahuma abdilhu daaran khayran min daari wa ahlan khayran min ahli wa azwaajan khayran min azwaaji ya arxama araaximiin allaahuma axshurhu maca annabiyiina waalsidiiqiina waalshuhadaa waalsaalixiin wa xasuna ulaa'ika rafiiqa cidda dishay oo falka fulaynimada ah ku kacday oo alla ka fogaanshaha ah oo caalim faqiih ah waxaa taariikhdiisa ka mid ahayd sheekha yeman in wasaaratu alawqaaf ay culimmada soomaaliyeed imtixaan ka qaaday isagu kaalinta koowaad uu galay dabeetana la yidhi jaaliyadda soomaaliyeed waxaa sheekh u ah sheekh cabdinaasir raxmatullaahi calayh sida la sheegay ardadiisii bari iyo bogoxba waa joogaan soomaaliya qaaradaha adduunkana meelaysan joogin male sheekh cabdinaasir kumanaan culumo abuu soo saaray uu ka tegay soomaalidu isagoo kale waxay odhan jirtay ma dhimana waa dhuuntay maxay raggu waxbaray baa jooga sheekh cabdinaasir waa shahiidu lxaq waa shahiidu lmanhaj haddaan dhaho dacwada u shahiiday dacwada dad badanaa diinta sheega laakiin in manhajka iyo mabaadi'da laysku hayo la difaaco wax nin walba uu qaadi kara maa waa mas-uuliyad culus mas-uuliyaddaasuu sheekhu dhabarka u rirtay marka dadka ahlu sharta ah iyo ahlu lbidaca iyo ahlu dalaalka ay damcaan inay diinta calwiyaan ilaahay rag buu u sameeyaa subxaanahu wa tacaala uu diinka iyo manhajka ku difaaco sheekh cabdinaasir casrigeennan wuxuu ahaa dadka ilaahay manhajka ku ilaaliyay maadaama aner wuxuu ahaa caalim faham le oo yacni maxaan ku leeyay faqigana fahansan waaqaca iyo waayaha uu nool yahayna fahansan wuxuu ahaa dadku ilaahay manhajka ku difaacay marka dad badanoo waxaa jira dadka wacdiya laakiin aan runtii waxaan aad ula yaabay sida culummada laynteeda loo dooranayo oo haldoorka loo xulanayo si ummadda indhaha looga rido haldoorka ninba ninka uu ka yacni ka waxtarsan yahay ayaa la xulanaya
kuwa sheekha dilay waxaan u habaarayaa sidii culimmadii ugu horreysay u habaartay. ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala halaag degdeg ah, halaag degdana oo qalbiyada muslimiinta iyo mu'miniintu ay ku diirsadaan ilaahay inuu ku soo dejiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa calaamad degdeg alla inuu ka ifiyo. waxaan leeyahay miyir waxaad ku weydaan iswaal kuma mihiibtaan, muslim kuma cabiidsamo wallaan madaxa kaa goyn. qofka muslimka ay wuxuu yaqaan inuu ajal leeyahay oo xilli mucayana uu dhimanayo, lagamana hormarin karo, lagamana dibdhigi karo. lidaalika waxaa culummada loo laynayaa oo loo qarxinayaa oo hilbahooda loo googoynayaa waa in xaqa iyo manhajka laga baqo. waxaan naftayda iyo idinkaba idiin dardaarmayaa iyo inaan manhajka iyo xaqa ka baqin. maxaa yeelay sheekh cabdinaasir raxmatullaahi calayhi 56 jir buu ahaa, uma muuqan 56 jir inuu ahaa. maxaa yeelay wuxuu ahaa shaabu nasha fii cibaadati illah, isagoo dhallinyaro ah ayuu diinka la qabsaday, diinka wuuba ku dhashay. yacni waxaan ka wadaa cilmiga iyo barashadiisa iyo faafintiisa. aabihii waa ninkaa laydinka sheekeeyey dariiqadii saalixiyadu ku dhex dhashay sheekhu. ninkaa diinka faafinaayuu ahaa raxmatullaahi calayhi. waxaa la rabaa marka inaynaan ka leexan manhajkii iyo difaaci xaqa oo culimmadeenna ay ku dhimatay. sheekh cabdulqaadir uu ku dhintay raxmatullaahi calayh, sheekh axmed doctor axmed xaaji cabdiraxmaan uu ku dhintay raxmatullaahi calayh, maantana sheekh cabdinaasir xaaji axmed uu ku dhintay. culimmo badan oo ka horreysana ay ku dhimatay inaynaan ka leexan. ciddii isleh muslim iyo gaalo waxay yihiinba, ciddii isleh dadka ahlu xaqa ah waxa ku cabsiisan layn, muslimkuma cabiidsamo wallaan madaxa kaa goyn, muslimkuma cabiidsamo wallaan madaxa kaa goyn. maxaa yeelay kolley ajal baan leenaa waa dhimanaynaa. covid-19 ku dilayaa, xabadii kugu dhacdayaa, lagu qarxiyaa, iska dhimatayaa, xanuun kale ku heliyaa. tacadadat alasbaabu walmowtu waaxidun, natiijadu waa geeri. aniga iyo inta ilaa aynigoo iga weynaa cimri badan nooma harsanaa, 50 sano kor baan u dhaafnay. maanta aadane miskiina waxaan uga baqnaa waa doqonnimo. waxaan leeyahay aan ku sugnaano xaqa, cilmiga aan baranno, dacwada aan faafinno, manhajka aan ku sugnaano, xaqa aan u hiilinno. insha allahu tacaala waa laga doogayaa waayaha iyo dhibaatada la marayo. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay sheekha, cidda googoysay ilaahay waxaan ka baryaynaa adduun iyo aakhiraba alla idin googo. ilaahay subxaanahu wa tacaala haydinka aargoosto si deg deg a. waa daalimiin, xoolo kama uu dhicin, waxba kama uu wadan, khayr darro kama uu shaqaynayn. waa sheekha aad aragteen oo laydinka sheekeeyey runtii culummada uu soo saaray oo dhallinyarada ah oo adduunka meel walba joogta. haddeer ragga sheekh maxamuud oo lagu go'day oo la socday oo dhaawacmay oo dhaawac culus ah, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u booga dhayo, oo madax ka ahaa macadka Suyuuti oo ku yaalla xaafadda Calalley ee Kismaayo, ardaydiisii buu ahaa. meel walba rag culumo ah oo jahaabida ah oo isagu waxbaray baa jooga. waxaa ilaahay sheekh hadayd ragga waxaa la yidhi laascaanood iyo cilmiga laguma aqoon jirin. sheekh cabdinaasir wuxuu ilaahay sabab uga dhigay in halkaa culummada laga dalbo oo qibla cilmiga loo raadsada ay noqoto. deegaankaa sheekhu uu ka dhashay waxaa degan dad dun ahaan iyo damiir ahaanba nool. dadka noocaasuu sheekhu culumo ka soo saaray. nin walba meeshuu tegu waxtar ka noqday, nin walba meeshuu tegey ayuu waxtar ka noqday. cilmigii bay xambaareen, mutuuntii bay xifdisan yihiin. rag dhallinyaro a weeye xamar haddaad tagto waad soo arkaysaa, Kismaayaad ku soo arkaysaa. waxa weeye gobolladaasoo dhan
ee maxaa ku leeyahay balad weyn markaan tagnay waa ku soo aragnay ardaydiisi ee ila bari hadda tagtid waa ku soo arkaysa Australia, New Zealand, Fiji, Europe oo dhan, North America, Africa meelan ardaydiisi joogid ma jirto. لذلك شيخ عبد الناصر شخصية دي سيبي دلين لكن مبدئي يا مناهيتي وحنبارسنا وانولي ان ومدى الصومالية دو حن لا يهي وردين تينا كل دقاء ودين تينا قفصدا ومساجد عميرا وفسادك ايو حمانتا ايو خير دردك فقادا مدى حدى الصومالية دو حن لا يهي سيد الشيخ داهر وشيغي دادكي ترب تربى الله الله ينيا طرف طرب يا دتك لو لينيا مدحله الصوماليه مسؤوليه باسارن ان اي شعب كصوماليه الىليان ما هي لي ان شعب كترب طرب لو لايو او مالين بحين لدلو بلد وين قرحي كدعي وو دنبيو شيخو شيغيه امه الصوماليه او مسلمنا لو غوماده مغالدان ان جوقنا مالو والبقره كدعه او دتك لو غومادايا او اي ودنبيين odayaashi iyo nabadoonadii beesha dubays oo halka ku dhintay dadka Soomaaliyeed ee lagu shabaaxtamayo kullay wa ka doogayaan waxa socda shaki male waayahana waa la mara waayaha waa la mara waa laga gudbayaa insha Allah ta'ala insha Allah waxba hadalka ku dheeraan mayo waxa sheekheena uga baraya Sheikh Cabdi Naasir إلهي إنه دنبي جيسا دافو إلهي قبر جيسا واسعيو إلهي جنة فردوسا أجيو أمد الصوماليات قود أهان إلهي سمر كسيو إن خير صول عين سيجارة بانو قطع سيين إلهي سمر إيمانا كسيو حاسس كيسي عرورتي سي يهو يدي سي قرابة دي سي نويدنا إلهي سمر إيمانا كسيو كوي ديلينا إلهي دقدق هاو سوقفتو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تروحات هاي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحين لنا هنا مانتين إن لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى علماء دميه هنتي كون غنميه تاريخ دي دعوة iyo ataagi iyo waxyaabaha uu qabtay umada Soomaaliyeed ee fadilada Sheikh Cabdi Naasir Haaji Ahmed laakiin waxaan isiri maadaama aan sida culimadu sheegtay laftigeygu kamid ahaa dadkii yaqaanay waliba anigu ma aanan saaxiibin laakiin ardaydiisi baan kamid ahaa 96 macad kala sacaanood ardada dhiganaysay baana marka waxaan rabaa inta culimadu sheegtay inaan ku daro inuu ahaa sheekh caalima sheekh geesi ah sheekh shakhsiyad dadaal badan waxaan aad u xusuustaa wuxuu dhigi jiray kitaab kale ilaahdo bulugul maram waliba subul salaam ku akhrin jiray yaani ma xusuusto intaan garanayo cilmigeyga kooban nin Soomaali ah oo sida wax u soo baxtiya kitaabka Bulughul Maramka baa laga yaabaa intaasoo kitaab inuu laabto oo maaragtay waliba waanu ka qori jiray hadda waan hayaa 96 bay ahayd qoraalkii waaga uu noo yeeriyay gurigeygu yaala marka waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto wuxuu ka mid ahaa dhiirigeliyaha yaani xiisadiisa lagama daari jiray waxaan xusuustaa 2 saac bay ahayd intuu bilaabo ilaa uu ka dhammeeyo kama daalis shakhsiyad noocaas uu ahaa marka dhinaca laga fiiriyo macallinimada bimacnaa mudaris buu ahaa raxmatullaahi calayh waxaan leenahay marka
oo warkii ku soo koobaya ilaahay uu naxariisto dambigiisana ha dhaaf. Sida la sheegay sheekhu wuxuu ahaa xaqiiqatan mu'assiskii macadka Furqaan hadda loo yaqaano, laakiin waagaa la oran jiray macad icdaadi ducaa fil ascaanood. Waxaan aada u garanayaa arday aada u tiro badan oo labada jeerba macad ka baxay, yacni macadkaas dabcan isaga iyo culummadii ka horreysay ee dhintay sida Sheekh Cabduqaadir iyo Doctor Axmed iyo keyrkoodba qeyb bay ta'siiska ka ahaayeen iyo aasaasitaanka macadka oo sheekhay la aasaaseen. Laakiin waxaan aada u xusuustaa macadkaasu inuu mubaarak ahaa dadkii ka baxay, gaar ahaan fatradii hore intooda badan sida laga sheekeeyey ducaad iyo culummo yacni aada loo yaqaano weeye meel kastay tageen dunida, qaaradaha shanta qaaradood. Marka ilaahay ha u naxariisto dembigiisana ha dhaafo cidda ku fekertay inay dishona. Waxaan ku biirinayaa codka culummada inaan qofku mar kasta waa dhimanaya, laakiin qofku isagoo xaqa ku taagan alla diintiisa u yeeraya ummadda islaaxinaya, waxaasu waa khalad odhanaya inuu ku dhinto ayaa ah geerida geesiyaasha mowtul abdaal sida la sheegay. Marka sheekhu jidkiibu hayay cid sida la sheegay waxba ma geysan. Marka waxaan leenahay oo arrinta ugu muhiimsan oo fariinta culummada aan ku sii adkaynaya, qof kasto ina ka mid ah haddee waajibka Sheekh Cabdinaasir saaraa cid saartay ma jirto, ciduu mushaar kaga qaadanayana ma jirin, laakiin waa waajib ah alculamaa warathatu alanbiyaa. Culammada dadka ilaahay diintiisa barta otomaatikali waxaa ku waajibaysa in ilaahay diintiisa faafiyaan meel kastay joogaan. Marka taasun baa inaga arday ahaan inoo taalla inaynu booskaas buuxino oo booska u diyaar garowna, yacni u malayn maayo in dhowaan la helayo cid buuxisa, laakiin waa in lagu talagalaa hawsha sidii loo buuxin lahaa, qof kastaana uu ka shaqayn lahaa inuu ilaahay diintiisa faafiyo. xaqiiqatan yacni waxyaabahan la yaabo waxaa ka mid ah oo aan dhowr jeer yaraanta isweydiin jiray qof caalima oo intaa diinta akhrinaya oo laga yaabo fursado badan oo shaqo inuu heli karo, laakiin ka taga ilaahay dartiina uga taga, waxaan aaminsanahay waxba inuusan qofku ku waayin. Wuxuu cuni lahaana waa helayaa, wixii ilaahay u qorana waayimayo, laakiin diinta culum ha laga shaqeeyo. War ardayay culummada maanta inta joogta ilaahay inoo xifdiyo, laakiin waa dhimanaya. Ciddii marka bedeli lahayd oo culummanimo isu diyaarin lahayd ayaa laynaka rabaa hawshaas inoo taalla. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala culummada inta dhimatana ilaahay ha u naxariisto, inta noolna ilaahay xifdiyo. intaasaan odhan lahaa. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin.